بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المهندس عمرو ندى. حضرتكم انا مخترع مبتكر منتجات جديده عالميه ان شاء الله. اول منتج هنبتدي بيه هو منتج الصابون اللي هو في حجم الكبسولات الصغير، صابون الجيب. الصابون ده اللي هيقدر اي حد في العالم كله ياخده الصابون معاه في اي مكان. طبعا المنتج ده له احتياج كبير جدا في العالم كله مش في مصر بس، وانا النهارده بقدم منتج للعالم كله مش هنا بس. فطبعا انا المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات انا حاولت ان انا اوصل رساله للناس والمسؤولين ان انا محتاج دعم الحكومه المصريه ان هو يتم تصنيع المنتج كمنتج وطني يصدر للعالم كله. طبعا في ناس اخذت الموضوع باستخفاف، وازاي يكون في منتج صابون يكون مشروع قومي او منتج وطني والكلام ده كله. طبعا الناس دي لو هي عارفه اقتصاد كويس عارفه ان في دول كبيره جدا قايمه على تصدير نوع معين من الشوكولاته، نوع معين من المنتجات بسيطه جدا وقادره تعمل بيها سوق عالمي. فطبعا النهارده احنا هنبتدي نشتغل في مصر ونطلع منتج الناس كلها محتاجاه. ومنتج الصابون فعلا كويس جدا وكفاءته محترمه جدا، وتقدر حضرتك تصدره وتنتجه وانت قلبك زي الحديد، لان المنتج كويس جدا وكفاءه محترمه يعني. فطبعا المنتج بالمقارنه للمنتجات الشبيهه له، لان في منتجات طبعا قريبه جدا من الموضوع نفسه، بس طبعا مفيش مقارنه في الكفاءه ولا في السعر ولا في اي حاجه ان شاء الله يعني. فطبعا انا كنت بحتاج دعم الحكومه، والناس بتقول لا ابعد عن الحكومه. لا، انا لما حبيت ان الحكومه المصريه تخش في الموضوع او الدوله المصريه تبتدي تصنع المنتج كمنتج قومي، كان الغرض بالموضوع ده هو رفع سعر العمله بتاعت مصر. يعني مش هينفع ان انا اشتغل لوحدي، مش هينفع ان انا هبقى المرحله اللي احنا فيها دي هي مش مرحله انفرادية، ما ينفعش. الاقتصاد بتاعنا عندنا ظروفه صعبه جدا، الجنيه بتاعنا سعره بينهار شبه يومي. طبعا لازم ننتج، ولازم ننتج منتجات نوعيه، منتجات لازم يكون لها مردود اقتصادي قوي جدا، نكون احنا اول حد بينتج منتج العالم كله محتاجه. فطبعا انا بكرر طلبي تاني للحكومه المصريه او للرئاسه المصريه تهتم بموضوعي، الموضوع مهم جدا، ويكفي ان حضرتك تجرب المنتج وتعرف ان هو فعلا كويس ومهم ويحتاج دعمكم كلكم. طبعا انا بتمنى ان الموضوع ده يصل للناس المهتمين بصنع القرار في مصر، لان هو فعلا هيبقى اضافه للاقتصاد المصري. ومجرد الحكومه لو اعلنت ان هي هتدعم مشروع قومي بالوضع ده كده، صدقوني الجنيه المصري مينيمم او اقل تقدير هيزيد 10% من قيمته. يعني معنى كده لو احنا قلنا واحد بيشتري منتج ب 5 جنيه، بعد ما نعلن ان احنا بنبتدي ننتج منتج جديد وهنصدره هيبقى ب 4 جنيه، وهيبتدي ينزل المنتج واحد واثنين وثلاثه وهكذا. طبعا ده مش اول منتج واخر منتج عندي، انا عندي اكتر من منتج تاني، وفي منتجات حاصله على براءه اختراع، المنتجات هتتوالى ان شاء الله بعد ما نعمل منظومه. طبعا لو يتم دعم الموضوع بشكل رسمي ان شاء الله بالنهايه هننفذ منظومه تانيه للتسويق، وهي عقود فرانشايز لحقوق التسويق. عقود الفرانشايز لحقوق التسويق ده كده انا هبقى جاهز المنتج عندي في مصنعي او في قصتي كلها، وبعلن ان انا في مصر محتاج 1000 مصنع، محتاج على مستوى العالم 20000 مصنع، ابتدي اغذيهم زي فروع الشركات والتوكيلات العالميه كلها. المنتج صدقوني كويس، وصدقوني هو فعلا يشرف اي مصري ان هو اتعمل في مصر. فكل ده انا محتاج دعمكم، محتاج دعمكم، لان انا مش محتاج حاجه من حد، انا عندي مصنعي وبنتج وكل حاجه. كل اللي انا محتاجه ان اقتصاد دولتي يرجع تاني. الدولة مش هتشتغل لوحدها، لازم الشعب يشتغل، ولازم احنا نشتغل، لأن الموضوع نفسه خلاص فاق الحدود، الدولار النهارده وصل لأرقام فلكية، مش عارفين ننزل الدولار، لازم ننتج، ولازم الناس تعرف إن الحضارة هتبتدي زي ما بدأت من مصر هترجع تاني من مصر، المنتجات عندنا كويسة جدا، عندنا ناس مخترعين قويين جدا، عندهم شغل قوي جدا، والنهارده إن شاء الله أنا نزلت الشهر ده منتج، واحد تاني من أصدقائي المخترعين هينزل منتج تاني، والبلد صدقوني هتقوم وهتقوم وهتقوم، احنا هنقدر. إحنا هنقدر إن شاء الله هنقدر، وشكرا لكم.